لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: حكمة الكفارة الحنث خلف وعدم وفاء، فتجب الكفارة جبرا لهذا. الإطعام، قال: لم يرد نص شرعي في مقدار الإطعام ونوعه، وكل ما كان كذلك يرجع فيه إلى التقدير بالعرف، فيكون الطعام مقدرا بقدر ما يطعم منه الإنسان، يطعم منه الإنسان أهل بيته غالبا، لا من الأعلى الذي يتوسع به في المواسم والمناسبات، ولا من الأدنى الذي يطعمه في بعض الأحيان. فلو كانت عادة الإنسان الغالبة في بيته أكل اللحم والخضروات وخبز البر، فلا يجزئ ما دونه، وإنما يجزئ ما كان مثله أو أعلى منه، لأن المثل وسط والأعلى فيه الوسط وزيادة، وهذا مما يختلف باختلاف الأفراد والبلاد. كلام أهل العلم على أن الوسط مقصود به قوت أهل البلد، وليس الإنسان يعني شخصيا، بل يجزئه الحب باتفاق. لو أخرج الحب الذي يطعم منه عامة أهل البلد فهذا أوسط ما يطعم أهله. خطاب للمجموع: أوسط ما تطعمون أهليكم. فهذا الخطاب خطاب للمجموع. يقول: وقد كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن المدة يجزئ في المدينة، قال: وأما البلدان فلهم عيش غير عيشنا، فأرى أن يكفروا بالوسط من عيشهم، لقوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم. وهذا مذهب داود وأصحابه. واشترط الفقهاء أن يكون العشرة المساكين من المسلمين إلا أبا حنيفة، فإنه جوز دفعها إلى فقراء أهل الذمة، وهذا ضعيف جدا، لأن القياس في هذا على الزكاة والصدقات الواجبة أقرب من الأخذ بإطلاق اللفظ، كما أن الرقبة تحمل على الرقبة المؤمنة، وهذا قول الجمهور. ولو أطعم مسكينا 10 أيام فإنه يجزئ عن 10 مساكين عند أبي حنيفة، وقال غيره: يجزئ عن مسكين واحد، وهذا هو الصحيح. يجب عدد 10 مساكين، لأن الله عز وجل أوجب إطعام 10 مساكين، فلا يصح أن يطعم مسكينا واحدا 10 مرات. ولم يذكر كلام بقية أهل العلم في أن القدر الواجب من الكفارة في الإطعام أكثرهم يقيس، لا يكتفي بمجرد التقدير الذي يختلف فيه الناس، بل يقيسون هذا على ما ورد فيه في الشرع قدر محدد للإطعام، وسماه أو أوجب فيه الشرع طعام المسكين. الشرع أوجب إطعام 60 مسكينا في كفارة الظهار إذا عجز عن الصيام ولم يجد الرقبة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر المظاهر أن يطعم 60 مسكينا 30 صاعا، فهذا في الكفارات.
وورد في كفارة الفطر عمدا في رمضان أن يطعم 60 مسكينا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المجامع أن يخرج 15 صاعا على 60 مسكينا، هذا يكون مدا لكل مسكين، فسمي هذا أيضا طعام مسكين. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في فدية الأذى بأن يطعم 6 مساكين 3 أصع من تمر، فجعل نصف الصاع هو القدر الواجب. فكفارة اليمين بين أن تقاس على الظهار أو على فدية الأذى أو على كفارة من أفطر متعمدا في نهار رمضان. والاحتياط أن يخرج نصف صاع، ولو أخرج مدا يجزئه إن شاء الله، لأنه سمي في الشرع طعام مسكين، لكن نأمر بالاحتياط خصوصا لمن كان قادرا لنبتعد عن الاحتمال في ذلك. ولو جمع 10 مساكين فأطعمهم حتى أشبعهم فالصحيح أنه يجزئه في ذلك ويطعمه من أوسط طعام أهل البلد، والله أعلم. قال: وإنما تجب كفارة الإطعام على المستطيع، وهو من يجد ذلك فاضلا عن نفقته ونفقة من يعول. وقدر بعض العلماء الاستطاعة بورود 50 درهما عنده، يعني 150 درهم فضة تضربهم في 10 مثلا دلوقتي يعملوا كام؟ يعملوا 500 جنيه 1500، يقول كما قال قتادة أو 20 أو 20 كما قال النخعي. وده بناء على أن الحديث الوارد في المسكين من سأل الناس وعنده عنده في رواية 50 درهما، ف يعني معناه أنه يعني يأتي يوم القيامة ومعاقبا، ولكن هذا ليس بظاهر، الله أعلم، فإنه لا ينفي ما دونه. الذي يظهر ما قاله أهل العلم وهو أن يجد مقدار الكفارة زائدا عن قوت يومه وليلته، فإذا ولد ذلك لزمه الإطعام، إذا لم يجد جاز أن ينتقل إلى الصيام، إذا انتقل إلى الصيام لا يجب أن يعود إلى الإطعام ولو وجد ما يطعم به بعد ذلك، لأنه انتقل إلى واجب آخر أمره به الشرع تلبس به، فلم يلزم أن يترك لأنه فعل ما أمر به. لو كان على رجاء أن يأتيه مال كموظف يقبض في آخر الشهر لا يلزمه الانتظار، يريد وراءة الذمة، يجزئه في يوم لم يستطع فيه إطعام 10 مساكين أو الاعتاق رقبة أو كسوتهم، يجوز أن ينتقل مباشرة إلى الصيام، صيام 3 أيام ولا ينتظر، يريد إبراء ذمته. وجوب الكفارة هل هي على الفور أم على التراخي؟ تجب إذا حنث على التراخي، لأن الشرع لم يحدد لها أجلا، ولكن هي في رقبته وذمته، كلما بادر كلما كان أفضل. قال: الكسوة وهي اللباس، ويجزئ منها ما يسمى كسوة، وأقل ذلك ما يلبسه المساكين عادة، لأن الآية لم تقيد بالأوسط أو بما يلبسه الأهل، فيكفي القميص السابغ جلبية مع السروال.
كما تكفي العباءة أو الإزهار والرداء، ولا يلزئ فيها القلنسوة أو العمامة أو الحذاء أو المنديل أو المنشفة. وكل دي تسمى إيه؟ بعض كسوة، لأنها لا تسمى كساه الصحيح أنه هو ما يستر عورته ويمشي به في الناس. عن الحسن وابن سيرين أن الواجب ثوبان، وعن سعيد بن المسيب ثوبان ثوبان لكل واحد، يعني ثوبان ثوبان لكل واحد من عشرة. وعن سعيد بن المسيب عمامة يلف بها رأسه، وعباءة يلتحف بها. وعن عطاء وطاووس النخعي ثوب جامع كالملحفة والرداء. وعن ابن عباس رضي الله عنه عنهما عباءة لكل مسكين أو شملة، شملة ثوب يلتف يلف على نفسه. وقال مالك وأحمد يدفع لكل مسكين ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة كل بحسبه. وده هو الكلام الصحيح الذي ذكرناه، يستر عورته ويمشي به في الناس يصلي فيه. تحرير الرقبة أي اعتاق الرقيق وتحريره من العبودية، ولو كان كافرا عملا بإطلاق الآية عند أبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر الذين لا يحملون المطلق على المقيد. واشترط الجمهور الإيمان حملا المطلق هنا على المقيد في كفارة القتل والظهار. طبعا الظهار أصلا ليس فيها إيه؟ تقييد بالإيمان، الذي فيه تقييد بالإيمان كفارة القتل الخطأ. وهذا اختلف فيه العلماء بناء على ما تسمعون، هل يحمل المطلق على المقيد؟ والصحيح أنه يحمل عليه إذا كان في معناه. المطلق على المقيد أنواع، المطلق والمقيد أنواع، فمنه في اتفاق الحكم واتفاق السبب يرد فيه دليلان، أحدهما مطلق وآخر مقيد. فهنا عند الجميع يحمل المطلق على المقيد، اتفاق الحكم واتفاق السبب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في من لم يجد النعلين قال فليلبس الخفين أطلق، ما قالش يقطعهما ولا إيه ولا قال يلبسهما كبهما. وفي حديث آخر قال وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. يبقى في واحد مقيد ونفس الحكم ونفس الإيه السبب، فهذا عند الكل يحمل المطلق على الإيه عن المقيد إلا من قال بالنسخ. لكن الحقيقة نحمل المطلق على المقيد هنا عند حمل المطلق على المقيد مع اتفاق الحكم كتحرير رقبة واختلاف السبب كالفطر في رمضان، الظهار، القتل، الخطأ. احنا عندنا هنا أسباب مختلفة وجب فيها إيه، وكذا اليمين، الحكم واحد وهو عتق الرقبة والسبب مختلف. فهذا الجمهور يحمله، والحنفية ومن وافقهم لا يحملونه، وقالوا أن هذا أمر مختلف في الأصل الإطلاق. والصحيح أن الأمر يبنى على القياس، يبنى على القياس، يعني المعنى المقصود في عتق الرقبة في هذا المعنى تحرير رقبة المؤمنة في الموضوع المقيد ده، لأن الرقبة المؤمنة هي التي ينتفع بها المجتمع والحكمة في ذلك. فالقياس جمع الإيمان، قياس وصف الإيمان على كفارة القتل الخطأ ظاهرة والله أعلم. القياس ظاهر في أنه يجب أن تكون رقبة مؤمنة في الأحوال المختلفة، انتفاع الناس في الكافر إذا تحرر من عتقه لا يكون كانتفاعهم في المؤمن. المؤمن إذا تحرر من رقه كان نافعا
لنفسه ولغيره. اختلاف الحكم واختلاف السبب لا يعني يحمل أحدهما على الآخر. هل في الكسوة يلزم أن تكون جديدة؟ لا يلزم أن تكون جديدة، بل يمكن أن يكسوه لبيسا. قال: الصيام عند عدم الاستطاعة، فمن لم يستطع واحدة من هذه الثلاث وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام، فإن لم يستطع لمرض أو نحوه ينوي الصيام عند الاستطاعة، فإن لم يقدر فإن عفو الله يسعه. نقول: لو مات ولم يصم وترك تركة فهذا دين الله وهو حق بالقضاء، ولو لم يترك فإن شاء أولياؤه أن يصوموا عنه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، فقد أحسنوا، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن لم يستطع لمرض أو نحو، قال: ولا يشترط التتابع في الصوم، فيلوز صيامها متتابعة كما يلوز صيامها متفرقة لإطلاق الآية، فصيام ثلاثة أيام. وما ذكره الحنفية والحنابلة من اشتراط التتابع غير صحيح، فقد استدلوا بقراءة جاء فيها كلمة متتابعات، وهي قراءة ثابتة عن ابن مسعود وإسنادها صحيح، فقرأ صيام ثلاثة أيام متتابعات. وهذه إما قراءة نسخت تلاوتها وبقي حكمها كما قالوا في خمس رضعات معلومات يحرم، فهي ليست في المصحف أصلا، ومع ذلك عملوا بها رغم نسخ التلاوة، وطالما صح الإسناد. فإن لم يكن هذا قرآن نسخ تلاوته ولا دليل على نسخ الحكم يجب العمل به، أو أنه تفسير من الصحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولذا استجاز أن ينقله قراءة، فهذا يكون له حكم الحديث المرفوع. الصحيح في المسألة دي أصلا إن أي ما ورد من أحكام في تلاوة منسوخة في آية لها تلاوة منسوخة أو آيات نسخت بالكامل وصح الحديث بها ولم يثبت نسخ الحكم، فالأصل بقاؤه، نسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم. ولذا أجمعوا على رجم الزاني وأنه كان آية نسخت تلاوتها. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا لا يختلف أهل العلم والصحابة رضي الله عنهم على أنه كان آية نسخت تلاوتها، وأبقى النبي صلى الله عليه وسلم حكمها، فدل ذلك على ما ذكرنا. ولذلك هذه الآية التي ثبتت قراءة ابن مسعود بسند صحيح عنه ورواها قراءة، إما أنه قراءة تفسير، إنها قراءة تفسيرية حكاها ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا على أنها قراءة، أم أنها كانت آية نسخت تلاوتها ولم يثبت نسخ حكمها، فلا يزال حكمها باق. لذلك كان الصحيح ما ذكره الحنفية والحنابلة من وجوب التتابع. صام ولم يتابع يعيد من جديد إلا إذا كان من مرض أو نزول الحيض للمرأة، قطع التتابع لهذا السبب. هذا طبعا منصوص على التتابع في كفارة الظهار وفي كفارة القتل الخطأ، فمن يقول بأن الصيام يعني المعنى فيه في الكفارات التتابع قوله قوي إضافة إلى الحديث كما ذكرنا. فمن انقطع تتابعه بسبب خارج عن إرادته كأن تحيض المرأة أو أن يمرض الإنسان فيعجز،
فهذا لا نزاع أنه يفطر ولا يقطع التتابع. أما إذا قطعه بسبب راجع إلى اختيار الإنسان كسفر، أو أنه أراد قطع التتابع فلا بد أن يستأنف، وفي السفر خلاف، لكن لا يختلفون في المرض والحيض للمرأة. حتى معقول الزمن وتكرار العيد فصل العيد إذا فصل فهو المقصر. متصور طبعا في عيد الايه؟ الأضحى، لأن رمضان لا يصلح أن يكون ايه؟ أن يكون قضاء، لابد أن يتمحض لرمضان. فهذا قد قطعه متعمدا، لأنه يعلم أن العيد بعد ايه؟ بعد غد أو بعد غد، لهذا يكون قد يعني يلزمه الفطر ولا يصح الصوم ويستأنف من جديد. صيام الواجب يقطع التتابع في فترة مثلا صوم شعبان. صيام الواجب يقطع التتابع، مش هيكون مقصر في رجب شعبان، لأنه هو أصلا لا بد أن يفطر في يوم العيد. مش هيكون مقصر في رجب شعبان لو وصل، لو في الصيام اللي هو شهرين يقول لأنها ولا يستدل بالقراءة الشاذة لأنها ليست قرآنا ولا تصح هنا حديثا حتى تكون تفسيرا من النبي صلى الله عليه وسلم للآية. نقول ليست قرآنا للتلاوة، ولا يلزم من ذلك أنها ليست قرآنا للتشريع، ويكون حكمها حكم الحديث. لم تصح هنا حديثا طالما قرأها ابن مسعود عن كأنها يعني على أنها قراءة، فقد سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف ترد؟ لا ترد. إخراج القيمة. اتفق الفقهاء، أنا شايف أن العنوان ده مش هو ال مش ده اللي عندي، يعني العنوان مش هو اللي تحتيه الكلام. عندكم إيه؟ اتفق الأئمة الثلاثة على كفارة اليمين تجزئ فيها إخراج القيمة عن القطاع والكسر. مش موجود عندي أصلا. طب هاتوها بقى، هو ده الكلام الصح. اتفق الأئمة الثلاثة على أن كفارة اليمين لا يجزئ فيها إخراج القيمة عن الإطعام والكسوة، وأجاز ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى، والصحيح قول جمهور أهل العلم، كما في يعني صدقة الفطر. فإذا أوجب الله الإطعام فلا يصح لأحد أن يقول نحولها إلى القيمة. الله أوجب إطعام أو كسوة، مع التفاوت العظيم في الكسوة والإطعام. يعني واحد هيشتري 700 جرام رز بخمسة جنيه، وعشان يشتري كسوة عايز له مثلا 200 جنيه يجيب له جلابية وخلاص، جلابية وسروال. في كده ولا مفيش؟ لا متوسط كده 50 جنيه متوسط، تعالي كده أقل شيء يعني. إذا كان الشرع قد فاوت هذا القدر الكبير دل على أنه لا اعتبار بالقيمة. العبرة إنما تكون بإيه؟ بما أمر به الشرع. القيمة في بقية الزكوات يا شيخنا، الأصل في جميع أبواب الإنفاق والإطعام والزكوات والصدقات الواجبة أنه يخرج كما أمر به الشرع ولا تجزئ القيمة، إلا عند العجز عن الأصل أو عدم انتفاع الفقير به على أي حال. نقول يخرج القيمة عند الحاجة، الفقير لن ينتفع بهذه يجزئ أن يخرج القيمة. الكفارة قبل الحنث أو بعده. اتفق الفقهاء على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث،
واختلفوا في جواز تقديمها عليه. فجمهور الفقهاء يرى أنه يجوز تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عنه. ففي الحديث عند مسلم وأبي داود والترمذي: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل، يفعل خيرا. ففي هذا الحديث جواز تقديم الكفارة على الحنث، قال فليكفر وليفعل. إذا تقدمت الكفارة على الحنث كان الشروع في الحنث غير شروع في الإثم، إذ تقديم الكفارة يجعل الشيء المحلوف عليه مباحا. وعند مسلم أيضا ما يفيد جواز تأخير الكفارة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. قال هؤلاء: ومن قدم الحنث كان شارعا في المعصية، وقد يموت قبل أن يتمكن من الكفارة. ليس صحيحا، طالما عزم عليها وفعل الذي هو خير كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل في حنث. وقد حلف أبو بكر لا يأكل مع أضيافه لما امتنعوا من الطعام، فحلفوا ألا يأكلوا مع أنهم أضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر بعد المناحاة التي وقعت: قال الأولى من الشيطان، ثم أكل معهم. ولم يرد أنه كفر قبل أن يأكل. والقصة قد يعني اشتهرت، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على مثل هذه الواقعة. فلذلك نقول: من قدم الحنث ناويا الكفارة لم يكن شارعا فيه. وأما إن مات قبل أن يتمكن من الكفارة كسائر الواجبات الواجبة على التراخي، فإن من أذن عليه الظهر وأخرها إلى قبل العصر ومات قبل أن يصلي لم يكن آثما. وكذلك في جميع الواجبات التي يعني أوقيتت، يعني الواجب الموسع الذي جعل له غاية في وقته ومات الإنسان قبل أن يأتيها. امرأة أخرت الصلاة لتصليها في الوقت وهي ناوية أن تصلي في الوقت فحاضت، يبقى أنها تعيدها إذا طهرت على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولكن لا تأثم على الحالين. قال: ورأى أبو حنيفة أن الكفارة لا تصح إلا بعد الحنث. يعني عندنا قول بيقول يجوز قبل ويجوز بعد، قول تاني بيقول ليه لازم قبل، قول تالت بيقول لازم إيه بعد، لتحقق موجبها حينئذ. قوله صلى الله عليه وسلم: فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير، عندنا فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، ده الرد عليه. ولذلك نقول إرادة الحنث هي موجب الكفارة. ولا إذا أراد أن يحنف فكفر صح ذلك منه، ولا يلزم أنها إذا لم يكن قد انعقد موجبها أنها لا تصح قبلها، كما صح تقديم الزكاة عن وقتها، تعجيل الزكاة وصحت وقبلت. وجوه الإطعام المحصول به نفع الناس ويعني تقرب إلى الله بإطعامهم وكسوتهم، هذا قد حصل ولو كان قبل الموجب، أعني قبل أن يحنث. ومعناه معنى قوله فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير، معناه عنده فليقصد أداء الكفارة، كقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ، أي قبل قراءتك،
أي إذا أردت، والأول وأرجح. هو ده قول الحديث بكف عن يميني وليفعل الذي هو خير. عند أبي حنيفة ده بيرده إزاي؟ زي ما قلنا يعني هو بيقول إن معناه فليقصد أداء الكفارة، والصحيح إن هو فليكفر عن يمينه دليل ظاهر على جواز الإيه؟ أن يكفر قبل، وقلنا يكفر بعد، فالصحيح جواز كلا الأمرين، جواز الحنث للمصلحة. الأصل أن يفي الحالف باليمين، ويجوز له العدول عن الوفاء إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة. يقول الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. أي لا تجعلوا الحلف بالله مانعا لكم من البر والتقوى والإصلاح. يقول: أنا حلفت، فقد جعل الله عز وجل عرضة لأيمانه أن يبر. يعترض اليمين بينه وبين البر، لفظ اليمين يكون بالله، الله يحب أن تفعل البر. ويقول: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي شرع لكم تحليل الأيمان بعمل الكفارة. روى أحمد والبخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. أقسام اليمين باعتبار المحلوف عليه. وعلى هذا يمكن تقسيم اليمين باعتبار المحلوف عليه إلى الأقسام الأتية: أن يحلف على فعل واجب أو ترك محرم، فهذا يحرم الحنث فيه لأنه تأكيد لما كلفه الله به من عبادة. طب لو ما عملش يأثم ويلزمه إيه؟ كفارة. الثاني أن يحلف على ترك واجب أو فعل محرم، فهذا يجب الحنث فيه لأنه حلف على معصية، كما تجب الكفارة. قال: والله لا أكل فلان. أقول له إيه؟ لا، هو يحنث وجوبا ويكفر. الثالث أن يحلف على فعل مباح أو تركه، فهذا يكره فيه الحنث ويندب البر. يحرم أن يحنث من غير كفارة، يندب البر ويكره الحنث مع الكفارة. يكره يكره الحنث مع وتجب يكره الحنث مع الكفارة. يعني أفضل أنه ما يحنث ويكفر، ولو حنث لم يأثم ووجب الكفارة. الرابع أن يحلف على ترك مندوب أو فعل مكروه. الحنث مندوب ويكره التمادي فيه وتجب الكفارة. الخامس أن يحلف على فعل مندوب أو ترك مكروه، فهذه طاعة لله فيندب له برضو ندب الوفاء ويكره الحلف. ونخلي هذا واستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.